لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. ومرحبا بكم في فيديو جديد في القناه. معكم هناء، لاول مره كتشوف القناه ديالي كنقول لك مرحبا بك اختي والف مرحبا. ومرحبا بالبنات الجدادات اللي تحقوا بالقناه، وليتو اختي صحباتي جدادات، اما البنات صحباتي القدامات اختي نتوما على الراس والعين. وشكرا لكم دائما على التشجيع ديالكم وعلى الدعم ديالكم. ايوا اختي مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا كما كتشوفوا في العنوان اختي عند الضياف، جات عندي ماما وجات عندي صفاء اختي باش يدوزوا معايا الويكاند. كيف ما راكم عارفين انا راني خدامه كنجلس غير ويكاند، فقلت يجيو يدوزوا معايا الويكاند ونتجمعوا شويه. كنا نيت اختي مشهين الرفيزه وقلنا نجيو نديروها نيت عندي في الدار. انا معمرني ما درت الرفيزه عندي في الدار اصلا، نجيكم الصراحه انا البنات كنطيب شحال من حاجه كنطيب، ولكن الرفيزه معمرني ما طيبتها بوحدي، كنت كنطيبها مع ماما فاش كنا في الدار كنتعاونوا معاها، ولكن هي اللي كدير زعما كل شيء غير حنا كنعاونوها وصافي. فقلنا نيت كنت موحشها انا، صافا اختي حتى هي كانت موحشاها، قلنا هذه هي الفرصه نديروها نتغداو بها. ايوا كيف ما قلت لكم راه جاوا عندي باش يدوزوا معايا الويكاند، جاوا عندي البارح اختي تعشاو معايا وباتوا عندي. وكيف ما شتو الصباح صافا اختي جربات على البيت جمعاتو حيت كانوا ناعسين فيه هي وماما، ونضنا كنوجدوا الفطور باش نفطروا هكايا مجموعين. راكم عارفين فاش كيكون عندك شي واحد في الدار عاد كيكون كلشي ثقيل وكلشي غادي زعما مبدل على الروتين كيكون عندك ديما. ديجا ماما ما كتفيقش بكري، وتصافا اختي حتى هي كتنعس شويه، انا واخا فقت ولكن بقيت كنتسنى فيهم حتى وكان فاقو، بديت كنوجد الفطور صافي تفاقو وكملنا داكشي. اختي واخا عندي الصالون خاوي متحقروني راه كنجلسوا في الصالون، كيف ما شفتوش دخلنا الطبيله هادي للصالون، قلنا نبدلو شويه ما نجلسوش في البيت هكايا، نجلسوا هنايا في الصالون. ايوا صافي اختي حطينا هاد الطبيله هادي وحطينا فيها الفطور وجلسنا كنفطروا مع راساتنا. راكم عارفين فاش كتكون عندك شي واحد ولا كتكوني عند شي حد داك الفطور بلاص ما تفطري وتنوضي تقضي حاجه كتبقاي جالسه عليه. فطرنا وبقينا جالسين شويه مجمعين صافي، نضنا جمعنا هكايا الطابله غسلنا المعنات. اختي وبدات ماما كتصايب لينا الرفيسه، ما نقولش لكم على الرفيسه ديال ماما. صافي هنا هي عجنات بالنسبه للعجينه ديال المسمن ديال الرفيسه، راه ماما كدير فيها المساخن كتعطي فيها واحد البنه زوين عاد كيجي فيهم واحد اللذه زوينين، وكطيب المسمن بواحد الطريقه اللي زوينه وسهله. انا حاولت انني نشارك معكم البنات في هذا الفيديو هذه الطريقه ديال ماما، لانها فريمون سهله بزاف بالنسبه للعجينه، راه ما كدلكهاش بزاف، غير كتجمعها وكديها وتجيبها، كدير فحال هكا كيف ما كتشوفوا بلاستيكه، وكدير فيها العجينه وكتخليها وكل شويه كتبقى ديها وتجيبها. بهاد الطريقه البنات ما تحتاجوا لا تبقاو دلكوا المسمن بزاف لا والو. المهم العجينه ديال المسمن بالنسبه للمقادير نتوما راكم عارفين الفينو والدقيق البيض. صافي هنا عجنه العجينه داتها ترتاح صافي، وداز باش تشرمل هنايا الدجاج اللي غادي نديرو في الرفيسه. راه كتبت لكم هنايا كاع المقادير اللي دارت ماما، انا اصلا صورت هذا الفيديو البنات. سمحوا لي البنات اللي كيعرفوا صايبوا الرفيسه اختي غير سمحوا لينا وتبعوا معنا هذا الفيديو، انا بغيت نصور هذا الفيديو حيت انا براسي ما كن عمرني ما صايبت الرفيسه، منجيكم الصراحه ما كنعرفش نصايبها، عمرني هكا درت راسي فيها وصايبتها، فقلت من هاني نصور مع البنات اللي ما كيعرفوش بحالي، ويبقاو عندنا هكايا المقادير باش حتى انا نهار نبغي نصايب الرفيسه والله الا غنرجع لهذا الفيديو هذا قلت نكتب فيه المقادير. صافي بالنسبه للبنات ماما كتدير الربيع مقبط، ولكن انا كان عندي غير ربيع مقرد، قالت لي قوليها للبنات قولي لهم في الفيديو يديروا الربيع هكايا مقبط، هي دارت هكا شويه ديال الربيع مقرد باش يعطي هكايا البنه ديال القزبر ومعدنوس. صافي درت هذيك الدجيجه اختي واحد الدجيجه ديالنا على قد حيت كنا حنايا غير ربعه ديال الناس انا وراجلي وماما واختي، درنا هكايا غير واحد الجيجه صغيره صافي، ودرناها درت هكايا كتقلى، درت زدت عليها البصله صافي، والعدس وداكشي كامل اللي نتوما عارفين كديروا في الرفيزه، والبنات اللي ما عارفينش انتم راه كلشي المراحل يبانوا لكم في هذا الفيديو. انا البنات تعمدت انني نصور جميع المراحل، لان الرفيزه ديال ماما راه كتجي خطيره واعره البنات، وحق الله ما كنشكرش لكم حيتاش ديال ماما، انا والله ما عمرني كلت شي رفيزه احسن منها، وقلت غادي نصور جميع المراحل باش بقاو عندي الطريقه وباش حتى نتومايا اللي ما كتعرفوش تصايبوا الرفيسه تتبعوها. بالنسبه للزيت هنا راه درت كاس الا ربع ديال الزيت البلديه، وزدت عليه ربع كاس ديال الزيت الروميه، لان قالت لي الزيت البلديه كتكون اكثر من الزيت الروميه. صافي بالنسبه للطريقه راه شفتوها، درت الشرموله هكايا ديال الدجاج، ودازت درت واحد شويه العطريه هكا حتى هي في الكوكوط باش هكايا تقلي فيها البصله، درت الدجاجه هكا كتقلى مع البصله، وزدت عليها الزيت، وزدت درت عليه شويه العدس في الاول، من بعد غادي تزيد هكايا البصله وتزيد العدس. مهم اوناطون دوك تشحر داك البصله تاعنا البنات الدجاج ديال الرفيسه. هنايا جات ماما بدات كدير هكايا المسمن بهذه الطريقه هذه واعره، كديرها ساهله البنات زوينه بزاف، كتاخذ هكايا العجينه ديال المسمن بلاصه هكا ما تبقاو تقرصوا فيها وتشد لكم الوقت، كديروها الطريقه
هالطريقه البنات من غير انها سهله كتعطيكم هذوك الكريسات كاملين عبار واحد. فصافي كتبقى غاده بحال هكا بهذه الطريقه، العجينه كتبسطها وكتطبع بالكاس باش كيعطيوها هذوك الكريسات، وكتبقى غاده بحال هكا ملي كتطبع كلشي تعاود عاوتاني تجمع العجينه وتبسطها وهكذا حتى كتكمل الكميه كامله. صافي غادي دير هذه الطريقه بحال هكا وغتخلي دوك الكريسات يرتاحوا، وعاد غادي نكملوا معكم اختي هذه الرفيسه. والله البنات ما كرهتكم كون كنتو معانا وحضرتو معانا لهاد القصريه اختي ديال الرفيسه، والله عرفتي حيت فريمون واعره. وانا كنت ماشي هي الرفيسه، انا كنحماق على الرفيسه، ما نكرهش الرفيسه تكون بلاص كسكسو كل جمعه. كسكسو كناكل ولكن ما عنديش معاه بزاف، عرفتي كنبغي ناكلو حتى كنتوحشو. الرفيسه هي اللي عزيزه عليا بزاف، شكون البنات اللي بحالي عزيزه عليها الرفيسه اكثر من كسكسو؟ المهم هنايا صافي من بعد ما تقلى داك الدجاج زدت عليه ماما هنايا بصله مقطعه مشنفه، وغادي تزيد عليه العدس صافي وتروي وتسد عليه الكوكوط. هاد الطريقه هادي انا صورتها كما قلت لكم باش تبقى عندنا اختي حنايا المبتدئات اللي ما كنعرفوش الرفيزه. انا اختي راه مبتدئه في الرفيزه ونبغيها كنعاود نديرها مره اخرى. صراحه انا وراجلي ما نزعمش ندير الرفيزه رفيزه ولا كسكسو كيبغيو الجماعه، الا كان اختي جاي عندي شي حد ولا شي حاجه بحال هكايا علاش لا نديرها. المهم اختي خليكم مع الفيديو. ماما المسمن ديال الرفيسه قالت لك هي كتجي هاد الطريقه ساهله بزاف، على انها دير مسمن مربع كطيبو هكا رايقه رايقه وكديرو فوق من بعضياتهم تاكي على هذاك النيفو صافي، ومن بعد كتحيدهم وكيف ما شفتو راه قلباتهم حتى من الجناب هكا باش تحمرهم صافي. هنايا كيف شفتو درت انا البيض ديال السمان يتسلق باش نزوقو بيه اختي، العين كتاكل قبل. بالنسبه للطريقه ديال التقطاع فكتلوي هكايا جوج ولا ثلاثه وكتبقى تقطع بحال هكا بالمقص. بالنسبه اللي ما عندوش المقص غنوريكم واحد الطريقه اخرى اللي دارتها صافا، جمعتها كيف بحال هكا شي سته هكايا ديال الريقات وجمعاتهم وبدات تقطعهم بحال هكا بالموس. هاد الطريقه ساهله وفي نفس الوقت كتعطي واحد المنظر زوين، البنات كتجي الرفيسه زوينه. المهم اختي حنا راه واخا تشوفوني انا ما بنتش لكم بزاف، انا راه كنت كنصور مره كنعاونو مره كنهز هكايا الكاميرا كنصور. المهم اختي تعاوننا ودرنا ديك الرفيسه، داكشي صراحه حاجه يا سلام. البنات اللي كتبوا في لي كومونتير لصفاء باش دير قناه، يا اختي راه اخيرا قنعناها. قلت لها شوفي شحال ديال البنات قالوا لك ديري قناه، صافي راه دارت قناه ولكن راه باقا ما حطاتش فيها حتى شي حاجه. مهم انا غادي نحط لكم لوليان ديال القناه ديالها، يلا حطات وقيله واحد الفيديو قصير يمكن حطاتو قصير حطاتو. مهم باش تشجع قلت لها ماشي مشكل، دابا انت يا جيتي للمغرب فاكونس خودي راحتك حتى ترجعي لدارك وصوري ورا الدريات غادي يدخلوا عندك ان شاء الله. البنات انا غنخلي لكم لاشين ديالها في لاباغ دانفو، دخلوا عندها وشجعوها، كتبوا لها هانيش في هذا الفيديو في هذا لي كومونتير قولوا لها تشجع باش تصور، راها صراحه هي راه عزيز عليها التصوير كتبارطاجي في التيك توك. البنات راه كاينين بزاف ديال البنات دخلوا عندها من بارطاجي التيك توك ديالها، بغيت نقول لكم شكرا البنات. بالنسبه للبنات اللي دخلوا عند صفاء اختي التيك توك وقالوا لها جينا من عندها انا، شكرا البنات لهلا يخطيكم عليا، والله تفرحت مني شفتكم هكا دخلتوا وقلتوها ليها، لهلا يخطيكم عليا البنات. بالنسبه للبنات اللي عندهم تيك توك ومازال ما دخلوش عندها، غنخلي لكم حتى التيك توك ديالها في صندوق الوصف، دخلوا عندها. بالنسبه للبنات اللي عزيز عليهم هكا فيديوهات قصارين كيكونوا فيهم وصفات كيكونوا فيهم ديما
ميني فلوغ، لانها هي كتشارك شي حوايج هكا لي زوينين، كتشارك برودويات، كتشارك وصفات ديال الطبخ. البسبوسه اللي سولوني عليها البنات، راها كاينين البنات اللي صيفط لهم التيك توك ديالها وخداوها منه، وكاينين البنات اللي قلت لهم راه غادي نصوروها وراني صورتها لكم هاد البنات في هذا الفيديو. راه قبل الصباح ملي فطرنا قبل ما نديروا الرفيسه درنا البسبوسه البنات بدينا فيها، لانها كتبغي تبرد، كتشد الوقت في الثلاجه. اما هي الطريقه ديالها راه ساهله البنات. المهم انا غادي نشاركها معكم في الاخر ديال هذا الفيديو. عرفتي البنات راه جات فنة. انا دابا راك ندير معكم المونتاج ديال هذا الفيديو، ديجا اختي طرقناها ورجات فنة، وحتى الطريقه ديالها ساهله بزاف بالنسبه للبنات اللي بغاو يجربوها، وكتجي هماويه. ايوا اختي، المهم حتى اختي القصريه ديال الرفيسه ديالنا راه هماويه. كي جاتكم اختي رفيستنا واختي اللي كتوحم، تسمح لي اختي، سمحوا لي البنات اللي كتوحم تجي عندي، مرحبا بها اختي ندير لها رفيسه، ماشي انا ديرها لها ماما. المهم البنات اختي، حنا وجدنا هنايا رفيسه، جلسنا هكا تغدينا ودوزنا هكا العشيه ديالنا، ودابا اختي نشارك معكم البسبوسه، نشارك معكم المقادير وكلشي. خليت صفاء هي اللي تهضر، قلت لها غير زعمي وهضري. كاس ربع ديال السميده، كاس الا ربع ديال السنيده، كاس الا ربع ديال الزيت، وغادي ندير ربع كاس ديال الحليب، جوج دانون، جوج بيضات، نص كاس ديال الكوك، نفس الكاس اللي عبرت به، كاس ديال العنبه، وندير قبيصه ديال الملحه، خماره ونص، وفاني. ديك الخمارات ما ديروش جوج؟ لا ندير غير خماره ونص صافي. ما قلتيش اليوم البيض خصو يكون بدرجه حراره المطبخ؟ ها انت قلتيها اليوم انتيا. عادي كلشي كيكون في البيض. ما هذيك يجي فيها ماضي الصراحة، كما كنا شوية ولي تصحيح الذوق. نسيت باش نديرو دانون، كتديري هاكا شحال ديال الحليب؟ ربع كاس. نشوف ها. ولكن الفوق كاين داك البق ديال الزيت، البق الباقي ديال الزيت، ورقة الباقي ديال الزيت، مكانش البق. دابا غادي ندير السميدة، ملي غادي نديرها مغاديش نخلط بزاف باش ما تعجنش، باش تبقى مرملة. أصلا السميدة خاصها غير تتحرك، غير نحركها، وخاصك إلا درتي السميدة دغيا تكبي حيت كتنشف. لا دابا غادي كتشرب، خير تكون على جوج صافي وغادي نكب، وداك البارتي الثانية اللي غادي تبقى ملي غادي نبغي نخويها عاوتاني نزيد فيها شوية الحليب. ميزان، أنا ما عنديش مع عيني ميزان. شي بركه راه ختي النص. لا باقي كنشوف شنو كاين لداخل. ها انت شو شحال باقي صافي. وجدت لي دابا هادشي المول بالضبط باش نتاكدوا انه ما يلصق لينا الصفحات. انت كيفاش كديري لها؟ كنعبر الضوء ممكن عكس. اجو قد جوج جباب بحال بحالكم. هكا كتقسمي الكونشيتي على جوج. هكا كنقسم الكونشيتي على جوج. مزوناش. شنو هي هادي المزوناش؟ سباتشو مكتكرطش مزيان، حيتاش ماشي فليكسيب. مم.
دابا هذه اللي فيها بزاف هي اللي نديرها قبل، هاد الاخرى دابا كتقسمي على جوج، وحده كتفوتيها شويه على الاخرى. الاخرى تزيد فيها الحليب، وعاوتاني بحال كتكثر لي الكونتي تاع الاولى، دونك هادي غنديرها هي الاولى، وهادي كنخليها تنزيد فيها الحليب. الا عقادت الا ما شربتش السميده ما غاديش نزيد فيها الحليب. خايفه راه ما تصدقش انا اي حاجه كنبدلش نقول بسم الله. البنات بالنسبه للطياب فاش كديروها في الفران، النص الاولاني كتشعلوا عليه غير لتحت، والنص الثاني كتشعلوا عليه الفوق، النص التحتاني كتشعلوا عليه لتحت حتى كيطيب، عاد كتشعلوا عليه الفوق باش يتحمر. حنا نسيناها واحد شويه الصراحه، ولكن الحمد لله ما تحرقتش غير تحمرت شويه. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه، غادي نحتاج فيها نص لتر حليب، 200 ملل ديال الكريمه ديال الطبخ. المهم حنايا درنا هاد الكريمه هادي، اي كريمه تقدروا ديروها، مهم ما يكونش فيها السكر، حيت الا درتو فيها السكر وديجا حنا غادي نديرو السكر غادي تجي حلوه. وهنايا كاين نص كاس ديال السنيده، كاس الا ربع ديال المايزينا، غندير ثلاثه المعالق ديال الماء زهر وفاني ومعلقه ديال الزبده. غادي تشوفوا في الطريقه للزبده حتى طيب الكريمه باش غادي نديرها. كيف ما شفتوها البنات، من بعد ما درنا الطبقه الاولى طيب في الفران، دزنا هنايا صايبنا الكريمه، كنهضر بالجمع البنات، صايبات البنات انا راه كنت كنصور صايبات الكريمه البنات. صافي الطريقه ساهله، كتخلطوا كاع هذيك المقادير وكتخليوها فوق البوطه مهيله حتى كتعقد ليكم، ومن بعد كتخرجوا هكايا الطبقه الاولى ديال البسبوسه، كتزيدوا عليها الكريمه وكتخليوها حتى كتشد فراسها، وكتزيدوا الطبقه الثانيه. شوية تبرد صافي، ما تبقاش هكا تلصق، شد فراسها عاد دير الطبقه الثانيه، حيت الا درتها هكا تخلط كلشي مع بعض ما بقاتش كتلصق هكا. واحد جوج دقائق ولا كتخليها واحد جوج دقائق، هذا ما نحتاجش نزيد فيه الحليب. الثانيه درت الكريمه وطابت الطبقه الثانيه، السيرو راني شاركت معكم هكايا المقادير ديالو، كتسقيوها مزيان بالسيرو وكتدخلوها الثلاجه، خاصها تبقى على الاقل 8 سوايع، داكشي باش قلت لكم كتشد الوقت. حنا راه درناها الصباح وتا العشيه عاد درنا بها الكوتي، حيتاش كتحتاج انها تشرب مزيان، فغير خليوه في الثلاجه، الا قدرتو كاع تخليوها ليله كامله خليوها. مهم من بعد ما كتخرجوها من الثلاجه صافي كتحيدوها من المول اللي كنتو دايرينها فيه. كيف ما شفتوا حنا الطبقه التحتانيه تحمرات لينا واحد شويه، ولكن راها ما تحرقاتش. بالنسبه للتزيين، تزينوا بالطريقه اللي بغيتوا، حنا زيناها هكايا بالكوك، درنا عليها غير هذاك التبصيل بحال هكا، اختارينا انا نديروه فيه داك الشكل، نتوما ديروا اللي بغيتوا، تقدروا ديروا غير تبصيل هكايا مدور وتزينوا بالكوك ولا باللوز ايفيلي، مهم لكم الاختيار، بدعوا البنات بدعوا، ديروا الطريقه اللي كتريحكم واللي كتعجبكم، وغير ما ترددوش جربوها حيت فريمون كتجي واعره البنات، وبالصحه والراحه ليكم الا جربتوها.
كتبان. مي ماشي كتبان خطيرة، كتبان واعرة. ايوا هنا البنات، من بعد ما وجدت لينا اختي البسبوسه ديالنا درنا عليها هكا قهوه ودرنا بها الكوتي، جات البنات فن رائع رائع البنات. ما نقولش لكم هاد البسبوسه هادي خاصكم تجربوها البنات، حيت غير جات فنه. مهم بقى شكر لكم فيها حيت والله حتى عجبتني انا صراحه. كندير بسبوسه راه فايت لي شاركتها معاكم، ولكن ماشي بهذه الطريقه هادي، هادي جات زوينه. مهم اختي هنايا بصحتنا وراحتنا غادي نديروا الكوتي، وكنتمنى انكم تجربوها وتقولوا لي اختي كي جاتكم. كنقول لكم شكرا بزاف. هنا كنكون وصلنا للنهايه ديال الفيديو، شكرا لكم اختي على المشاهده ديالكم على التتبع ديالكم للفيديو. كنتمنى البنات اللي باقي ما اشتركوش في القناه يشتركوا معايا اختي في القناه، واي وحده شافت لايك شافت لايك شافت الفيديو البنات دير لايك، ديروا لي البنات لي لايك باش انكم تشجعوني اكثر ويطلعوا فيديوهات الناس اخرين باش حتى هما يتعرفوا على القناه ديالي. وشكرا لكم، كنقول لكم بسلامة عليكم، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. مازال كاينين فيديوهات اخرين، ما تنساوش البنات دخلوا عند صفاء، خليت لكم تيك توك ديالها وخليت لكم لوليان ديال القناه ديالها اللي باقا ما حاطه فيه والو، المهم غير باش نشجعوها البنات. وكنقول لكم بسلامة عليكم، نتلاقاو فيديو جاي ان شاء الله. سلامه.